بدا كنشكركم على التغطيه ديال هذا النشاط هذا اللي كتخلد من خلاله الجمعيه الوطنيه لتقليص مخاطر المخدرات فرع الناظور اليوم العالمي لمكافحه الاستعمال المخدرات للتجاره غير المشروع بها. هذا اليوم اللي غنخلدوه بورشه ترافعيه من اجل تقديم حصيلات العمل الجمعيه في مركز طب الادمان مع متعاطي المخدرات المحقونه الى غير ذلك، وتقديم كذلك الوضعيه الوبائيه وعصاره العمل مع الفئه، وكذلك لتجديد رفع نفس الشعار ندعم ولا نعاقب. شكرا. رايت مثلا غير اسمنا غادي تسران نتقاد كني وسوطاس خصوص فاري ضغط من نهار نتقاد سينادور سيتي خدمه المواكبه الاعلاميه نهار هذه الجمعيه الوطنيه للتقليص من المخاطر المخدرات فرع الناظور اذا تشتغل مركز الادمان ديال الناظور نتخلد تجي نشارك نجي الحمله دوليه قناص ندعم ولا نعاقب. الحمله تسد حومات المناصره لمتعاطي المخدرات نقرص انه العقاب وجب الحل وانما خص سياسات مبنيه خص الصحه حقوق الانسان تحت شعار ندعم ولا نعاقب. لكم موصف بندريس منسق الوطني لجمعيه تقليص مخاطر المخدرات المغرب. هنايا اليوم كنقوموا بالاحتفاء باليوم العالمي اللي ندعم ولا نعاقب لفائده متعاطي المخدرات. اذا من هذا اليوم هذا من هذا المنبر هذا كنحاولوا انه نقول بانه متعاطي المخدرات هو مواطن كامل المواطنه، وكذلك نقوم بالدفاع من اجل الوصول الى جميع الخدمات الصحيه والقانونيه والاجتماعيه، وكذلك من اجل الولوج الى جميع الحقوق ديالو.